تعمل جمعية رحمة للرفق بالحيوان، وهي جمعية سعودية لخدمات حماية ورعاية الحيوانات والمحافظة عليها والرفق بها في منطقة الرياض. تعمل على تسهيل شروط تبني الحيوانات، ولكنها في الوقت ذاته لابد أن تضمن مستقبل هذا الحيوان بعد تبنيه. أستاذ حمزة الغامدي المتحدث الرسمي لجمعية رحمة للرفق بالحيوانات وعضو مجلس الإدارة، وهو أيضا باحث وخبير في سلوكيات الطيور الناطقة والحيوانات، كشف في حوار صحفي مع صحيفة سبق شروط التبني في الجمعية، مشيرا في هذا الإطار أن الجمعية تعمل على تسهيل شروط تبني الحيوانات، ولكنها في الوقت ذاته لابد أن تضمن مستقبل هذا الحيوان بعد تبنيه. عبد الحكيم شار، الرياض، صحيفة سبق. دائما نحن نطلب التعاون مع الجمهور أو نطلب التعاون مع المجتمع في كل ما يخص الحيوانات، ولا يمكن نرتقي إذا ما كان فيه ارتقاء كمان من المجتمع، والقوانين المسنة حتساعدنا في أن نوصل لهذه الأهداف. أتمنى أن يكون في تواصل أفضل مع الجمهور ومع المجتمع، ويكون في دعم دائما بشكل مستمر، وهنا نطالب دائما رجال الأعمال وأصحاب الأموال بأنهم يتبنوا هذه المشاريع ويدعموا هذول الشباب اللي هدفهم خدمة المجتمع من خلال الأعمال التطوعية اللي إحنا نتعب فيها تعب شديد، ونحاول قدر الإمكان أن نخدم وطننا من خلال خدمتنا. لنشوفه خذ قاعدة، إذا إحنا حافظنا على بيئة نظيفة فإحنا حافظنا على الإنسان في الأخير. في الأخير كل خدمة نقدمها تخص الحيوانات هي تنفع الإنسان، وهذا يجيب على تساؤل دائما يطرح، من أولى بالإحسان، الإنسان أم الحيوان؟ هذا السؤال خاطئ وفي مغالطة كبيرة. عنايتنا بالحيوانات هذا جزء من عنايتنا بالإنسان، والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رغم اهتماماته ورغم انشغالاته ورغم الهم اللي هو قاعد يواجهه من مشاكل مع في قريش وفي غيره وفي الهجرة ومع ذلك ومع الحصار ومع كل شيء، وبرضه يدافع عن الحيوانات ويوصي في الحيوانات ويهتم في الحيوانات ويتكلم ويخصص لها أوقات من السيرة النبوية كثيرة مليئة بالتعامل والإحسان والرفق اللي من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا سلامتكم، وأنا سعيد جدا بوجودي في صحيفة رائدة مثل صحيفتكم مع إنسان مميز مثلك أستاذ عبد الحكيم، وشكرا لتسليط هذا الضوء على مثل هذه القضايا الهامة. تكلم عن بعض أول خطأ، هل أنت درست فعلا كل سلبيات وإيجابيات هذا الحيوان عشان تقتني؟ ليش؟ لأنه أحيانا يغرينا أنه متكلم أو جميل الشكل أو زي كذا، لكن ما درسنا إيش نوعه وإيش هي سلبياته. بعض الحيوانات أو بعض الببغاوات يكون عندها أسلوب عبثي، يعني تحب أنها تكسر الأشياء، لابد أنك تتحمل هذا الشيء ويكون أثاثك في المنزل مناسب لهذا النوع من الببغاوات، لأنه حتى الخشب، أعرف واحد من أصدقائي يعني كان عنده ببغاء حاطه فوق الباب، راح الظاهر فترة ورجع لقي الباب تقريبا ما أكله الببغاء، طبعا هو ما يأكله يبلعه، لا ما أكله يعني ناجره نجر، لأن عنده قدرة هذا النوع مكاو، اللي هو المكاو منقاره معكوف وكبير جدا وهو من أضخم الببغاوات، ويبني جحوره وعشاشه يبنيها في الشجر في جذوع الشجر، فهذه طبيعة وغريزة فيه يعني. فإذا ما كنا نعرف عيوب الببغاء ما ينفع نقتنيه. غير كذا أنه أحيانا نشتري ببغاء يحتاج مساحة كبيرة وإحنا شقتنا صغيرة، ويكون إزعاجه يوصل حتى للجيران. بعض الببغاوات فضلاتها الله يكرمكم تكون كثيرة ومزعجة جدا. بعض الببغاوات يكون أصلا هي جميلة الشكل لكنها ما تتكلم، وهذا الشيء بعض الناس ما يبغى، يعني لازم تحدد وتتكلم مع البائع علشان تفهم منه سلبيات هذا النوع وإيجابياته، وبعدين تقرر بأنك تأخذه أو لا. من السلبيات الضخمة والكبيرة جدا المزعجة أنه الإنسان يشتري ببغاء لطفل بدون مراقبة الأبوين. إذا كان في مراقبة الأبوين لا بأس، لكن أحيانا يسلم الطفل الصغير، أولا ممكن يتعرض الطفل للعض، والثاني الببغاء ممكن يتعرض لخطر من الطفل هذا بسبب عدم درايته بالتعامل معه. كمان بعض الأنواع يكون عندها نوع من الغبار يطلع من جريشها تأثر على المصابين بأمراض تنفسية مثل الربو، فهنا نقول ما ينصح، وما هو بخطير جدا لكنه ما ينصح
أن يكون عندك ربو وتربي ببغاء مثل الببغاء الرمادي الإفريقي. ننصحك بنوع مثل اللوري مثلا، ببغاء اللوري مناسب لهذا، يعني في أنواع مناسبة على حسب شخصيات. هذا الموضوع كبير جدا، عشان كذا اطلع وإقرأ وإسأل لحد ما تختار. سم والله شوف، هذه صراحة إشكالية كبيرة جدا، وأنا أحارب المعلومة الخاطئة من سنين، وأنا أحارب هذه المعلومة الخاطئة وأقول للناس يا جماعة مو كل معلومة تجينا وناخذها، خاصة اليوتيوب. اليوتيوب مليئة بما نسميهم بين قوسين بالمفتين في عالم الببغاء. يعني مثلا معلومة شائعة، الثوم مطهر معوي مثلا أو مضاد حيوي طبيعي للببغاء، هذه معلومة خاطئة تماما. الثوم ضار جدا من المأكولات الممنوعة، لأن فيها مواد ما يقدر يهضمها. نعم فيها عناصر مفيدة للإنسان، لكن ما يطبق هذا على الببغاء لأن له تكوين مختلف. طيب الفلفل الحار يخليه يتكلم، لا غير صحيح، هذه معلومات الخاطئة. الخل مثلا مفيد إذا أخذه، كل هذه يعني ما تتناسب مع طبيعة الببغاء في الطبيعة، هو ما يتعود عليها. وأسوأ معلومة الناس شائعة عندهم أنه لما يكون الببغاء يأكل حب الشمسي. الآن لو أسأل أي إنسان يقول أقول ليش يأكل الببغاء، بيقول يأكل فصفص أو الحب الشمسي. ليش؟ إرث من سنين طويلة متعودين عليه، لكن في الطبيعة في جنوب أفريقيا في أفريقيا نفسها هو ما يعرف الحب الشمسي، هو يأكل براعم الأشجار، يأكل الثمار، يأكل الثمار غير ناضجة على فكرة، ما يأكل الثمار الناضجة، ما يأكلها لأن الإنسولين أصلا ما يفرز عنه. هذه المعلومات ما هي موجودة في اليوتيوب بسهولة، لكن اللي يبحث بشكل صحيح بيلاقيها في مواقع متخصصة. إذا شخص يثق فيه سم طيب يعني شوف، عندك مثلا مواقع رسمية تتكلم عن الببغاوات، مجلات علمية تتكلم عن الببغاوات، الواحد يتابعها. في بعض الدكاترة المشهورين في العالم خاصة في أوروبا وفي أمريكا أو حتى في أفريقيا يتكلموا عن هذه الأمور. على فكرة المعلومة الآن إحنا في وقت سهل موفر لكل إنسان، ولكن من يبحث؟ إذا بحثنا بنلاقي المعلومات هذه كلها متوفرة. غير كذا في منطق لابد نشغله دائما، هل في الطبيعة الببغاء يأكل مثلا الفلفل؟ ما في عنده لأنها هي غابة. أو يأكل مثلا الحب الشمسي؟ هذه ما هي موجودة عنده، هو له مأكولات أشبه بالخضروات وحتى الحشرات يأكلها. علمهم هذا موضوع كبير جدا، لكن نرجع بتحري المعلومة الصحيحة واختيار مصادر مناسبة لأخذ المعلومات هذه. طبعا أنا ومجموعة أسسنا جمعية رحمة للرفق بالحيوان، وكان عندنا حلم إنها تقوم بدور الإنقاذ والتوعية والخدمات البيطرية للكائنات الحيوانات اللي تحتاج هذه الرعاية البيطرية بشكل عام. طبعا الآن عندنا أهداف حالية وعندنا أهداف مستقبلية على حسب القدرات، كل ما زادت قدراتنا كل ما زادت طموحاتنا أكثر في التوسع. طبعا هدفنا أن نكون رائدين في مجال الرفق بالحيوان في المملكة، وفي مجال احنا طبعا ما شاء الله تبارك الله تعاوننا حتى مع الكليات البيطرية ومع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بحيث أن ندرب الأطباء البيطريين عندنا في الجمعية، نجيب حيوانات من الشارع أنقذناها وساعدناها، ونجيب الأطباء البيطريين لحديثي التخرج يتدربوا عندنا فترة ويأخذوا خبرة، وبعدين نأهلهم لسوق العمل بشكل عملي فعلا يقابلوا حالات. عندنا طبعا عيادتين بيطرية، واحدة فيهم ثابتة والأخرى متنقلة، نقدر نعالج حالات كثير تخص الكلاب القطط الحيوانات الأليفة بشكل عام. يعني فطموحنا أنه نخلق مجتمع واعي وفاهم بأهمية الرفق بالحيوان والإحسان للحيوان وتكوين بيئة مناسبة للحيوانات اللي نربيها وإحنا مسؤولين عنها يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قصة المرأة اللي دخلت النار بسبب قطة لا أطعمتها ولا أسقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذه المرأة خطأها إنها ما اتقت الله أو ما أحسنت لهذه القطة أو ما تركتها. فإحنا دورنا يوافق الهدي النبوي في التعامل مع الحيوانات تماما، واحنا عندنا مجتمع جاهز
مجتمعنا أصلا مشبع بهذه المعاني السامية، ولكن أحيانا يحتاج بعض التوجيه والتوعية حتى يقدر فعلا يعتني بهذه الحيوانات وما يضرها. المعرفة عندكم مشروع أو قاعدة اسمها التبني، تتكلم عن هذا؟ طبعا الحيوانات بعد ما ننقذها من الشارع، مثلا حيوان مصاب، حيوان مدعوس، قط، كلب، زي كذا، لما نجيبها عندنا في الجمعية ومن عيادتنا بعدها إيش مصيره؟ عندنا ملجأ ولكن له طاقة استيعابية محددة، بعد ما فترة لابد أن نشوف له شخص يتبناه علشان نترك المجال هذا في الملجأ لحيوان آخر نقدر نساعده. فإحنا نحتاج تعاون المجتمع في أنهم يتبنون الحيوانات اللي عندنا حتى نقدر نشتغل ونساعد حيوانات أكثر، ونبحث عن أشخاص آخرين يقدروا يساعدوا الحيوانات هذه ويعتنون فيها طول الحياة. بعض الحيوانات غير مؤهلة للعودة إلى الشارع لأنه أصلا مو مكانها، يعني في قطط مستوردة أصلا، مثلا الشيرازي ولا أي نوع من أنواع القطط جابوها ناس بعدين أهملوها، ما عاد يبغوها ورموها في الشارع. هذه مهما جزت في الشارع ما حتقدر تتكيف معاها، ولا هي مؤهلة للعيش في الشارع سواء كأمراض أو كقدرات، ما عندها قدرات أو بيئة. يعني احنا عندنا رسوم رمزية وعندنا موقع ويب سايت خاص بجمعية رحمة للرفق بالحيوان، يقدر الواحد يطلب التبني، يستعرض الحيوانات اللي معروضة للتبني ويختار النوع ويدفع الرسوم الرمزية اللي هي خاصة بإيش الرسوم. الرسوم هي عبارة عن مبالغ دفعتها الجمعية في علاج هذا الحيوان للتعقيم، التعقيم اللي هو مثلا إزالة الرحم، اللي هو عدم الإنجاب، لأنه شرط من شروط التبني عندنا أنه الحيوان يكون معقم بحيث أنه يكون عقيم من ناحية الإنتاجية، لأنه غلط أن نجيب نعالج هذا القط اللي أصلا رموه في الشارع، غلط أن نجيبه ويستغلوه للإنتاج وبعد كذا يرموها كلها في الشارع هي وعيالها، فضروري أنه ما ينتج وبعد كذا يدفع مثلا 200 ريال، 400 ريال، بعض الأحيان 300 ريال، على حسب، ما تتعدى هذه المبالغ في العادة يعني. وبعد كذا يثبت كمان طبعا في نموذج يعبيه، ومن خلال هذا النموذج والرسوم هذه نثق أن الشخص هذا فعلا قد المسؤولية، لأنه كثير حالات أخذوا مجانا بدون أي مقابل وفي الأخير لقيناها معروضة في مواقع للبيع ويستغلها للتجارة أو يستغلها للإنتاج إذا ما كانت معقمة وكذا. وهذا شيء بسيط جدا مقارنة بالجهود اللي نبذلها عشان نعتني بهذه الحيوانات. طيب أولا أنا سعيد بوجودي معاكم في هذا المعرض الجميل الرائع في نسخته الثانية، وهذا المعرض اللي يهتم بالطب البيطري ومستلزماته والأدوات وكمان ما يخص الحيوانات الأليفة من غذاء ومستلزمات وكذا، ما شاء الله أكثر من 30 دولة مشاركة، وكمان عندنا يعني شركات عالمية من جميع أنحاء العالم سواء أوروبا أمريكا، يعني من كل مكان، حتى من الصين ما شاء الله في شركات عالمية. كانت أنا كنت أحد المتحدثين أمس عن سلوك الحيوان أو سلوك الببغاوات الناطقة تحديدا. طبعا السلوكيات عالم كبير وكل مجال له أسراره له فنه. أمس تشرفت بإني ألقي كلمة أو ورشة عمل عن طريقة التعامل أو سلوكيات الببغاوات الناطقة، وفعلا تكلمنا عن أو حكينا بأسلوب جميل جدا كان جديد على المجتمع مربين الببغاوات. حكينا أسلوب إبراهام ماسلو في احتياجات الإنسان البشرية وكيف كان هو مرتبها على البشر، طبعا هذا السلم الاحتياجات احنا طبقناه أمس عن الببغاء، وبينا كيف أنه له احتياجات أساسية إذا حققها ينتقل للحاجات اللي بعدها الفسيولوجية، بعدين ينتقل للحاجات الأخرى الاجتماعية، وبعد كذا ينتقل إلى مرحلة الانتماء. وهذه اللي يميز الببغاوات، إن ببغاوات اجتماعية وبالتالي تبحث دائما عن الصحبة. الببغاء مو من النوع اللي ينفع تحطه في قفص وتعلقه وتبعد عنه، لا، البلبل ممكن، الصقر حتى ممكن، لكن الببغاء يحتاج صحبة صاحبه، يحتاج الأسرة، يحتاج ينتمي إلى مجموعة سواء المجموعة دي بشرية أو مجموعة طيور أخرى، فلا بد يكون له انتماء. فأنا سعيد بتقديم هذه المحاضرة.